حكمت ليبيا لأكثر من 4 عقود في الظل وجمعت ثروة تقدر بمليارات الدولارات وأطنان من الذهب ثم اختفت عن الأنظار. فمن هي صفية فركاش حاكمة الظل التي تحولت من ممرضة لأغنى سيدات العرب في ليلة وضحاها؟ في عام 1971 تعرض القذافي لوعكة صحية ليحتجز بالمستشفى التي تعمل بها الممرضة صفية فركاش. لم تمضي أشهر حتى أصبحت هذه الممرضة سيدة ليبيا الأولى، ورغم أنها خيرت منذ البداية الابتعاد عن الظهور في وسائل الإعلام وفي المناسبات العامة مقابل الاهتمام بتربية أبنائها 7 وبناتها، إلا أنه وبمرور الوقت أصبحت لها مشاركات مؤثرة في الشأن الليبي حتى بداية الثورة الليبية، عندما ظهرت بقوة خلف معمر القذافي لدعمه والدفاع عن عائلتها. ولكن مع تطور الأحداث وتقدم الثوار تراجعت صفية فركاش إلى الوراء وأجبرت على الافتراق عن زوجها لتغادر الأراضي الليبية مع ابنها هانيبال وابن زوجها محمد وابنتها عائشة إلى الجزائر. ولكن كما هو متوقع لم تخرج صفية خالية الوفاض كما دخلت، فبحسب صحيفة الاندبندنت فقد جمعت صفية ثروة تقدر ب30 مليار دولار وأكثر من 20 طنا من الذهب. هذه الثروة التي تعادل تقريباً ضعف ميزانية ليبيا لعام 2022 والتي بلغت 18 مليار دولار قد تكون كافية بالنسبة لدولتك، أما صفية فلا. ففي عام 2022 ظهرت صفية مجدداً لتطالب باستعادة 100 مليون دولار من بنك فاليتا بمالطا، وقالت حينها إن هذه الأموال تعود لابنها المعتصم بالله القذافي ولن تتنازل عنها مهما حدث. وبالرغم من القرار الذي أصدر بإعادة هذه الأموال إلى ليبيا، إلا أن صفية ومحاموها طعنوا على هذا القرار مستندين على أن محاكم مالطا غير مختصة بالنظر في هذه القضية. السؤال الأهم الآن هو من أين لها بهذه الثروة؟ حسب صحيفة الجارديان فقد امتلكت صفية لعقود شركة البراق للطيران التي نافست الطيران الليبي الحكومي بقوة واحتكرت رحلات الحج لصالحها. ولكن إن كانت هذه ثروة صفية فكم بلغت ثروة زوجها؟ كثرت التكهنات والتقديرات بشأن حجم الثروة التي يملكها معمر القذافي، ولكن للتحالف الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب إحصائية عن ثروة أفراد العائلة بالكامل، وفيها ورد أن ثروة القذافي تبلغ 80 مليار دولار. ليبقى السؤال، متى يستعيد الشعب الليبي أمواله المفقودة التي سلبت منه على مدار 4 عقود عانى فيها الشعب الأمرين؟